واحد بيقول نرجو تفسير الآية الآتية: وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد هو المسيح وأنتم جميعا أخوة، ولا تدعوا لكم أبا لأن أباكم واحد في السماوات، ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح. أولا، هذه الآية قيلت للآباء الرسل فقط وليست لجميع المؤمنين، للرسل فقط. الرسل باعتبار أنهم رؤساء الكنيسة وقادة الكنيسة ما لهمش أب ولا سيد من البشر، لكن مع ذلك لنا من ندعوه سيدا. يعني مثلا في الألحان بتاعتنا بتقول سادتي الآباء الرسل، وبنقول سيدتنا العذراء مريم. والبركة التي أعطيت لأبينا يعقوب: كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. فما تقدرش تقول ان المؤمن العادي ما يقولش ليه سيد. كلمة لا تدعوا لكم سيدا دخلت للآباء الرسل مش للكل، وكذلك لا تدعوا لكم آباء ومعلمين. مين آباء الرسل أو خلفاء الرسل؟ ما لهمش أب على الأرض، لكن كل واحد تاني ليه أب. وإلا أبوك في البيت يقول له ما أقدرش أقول لك أبوي ولا مؤاخذة. المسيح بيقول لا تدعوا لكم أبا على الأرض. هناخد الآية بحرفيتها. وبولس الرسول بيقول ابني تيتوس وابني تيموثاوس، يعني ليه أولاد وهو راجل بتول. ويوحنا الحبيب بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. إذا ممكن توجد الأبوة الروحية. يا ريت تقرأ عن الكلام ده في الكتاب اللي أنا قرأته لكم عن الوصية الخامسة: اكرم أباك وأمك. ولا تدعو معلمين. لما تقرأ في رسالة أفسس يقول جعل في الكنيسة رسل وأنبياء ومعلمين. إذا في معلمين، بس الرسل ما كانش لهم معلمين ولا خلفائهم، لكن ما فيش معلمين خالص، يبقى ما فيش وعظ بقى في الكنيسة وما فيش تعليم. وما اللي بولس بيقول لتلميذه تيتوس تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، وبيقول في رسائله علم وضح انتهى. في تعليم وفي معلمين، بس مش كل الناس معلمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، لاننا في اشياء كثيرة نعرف الجميع. لكن لما يقول ما فيش بصفة عامة لا اباء ولا معلمين ولا سادة، يبقى كل الناس يبقوا حاجة واحد، يبقى زي البلاميس كل اخر. ولما تكونوا كلكم اخوة مش معناها ما فيش تمايز بين الاخوة، برضو في اخ اكبر من اخ. وكلكم اخوة من ناحية ادم وحواء، لكن مش كلكم اخوة من ناحية الكهنوت، في اب وفي ابن. ما تاخدوش الايات بحرفيتها. كل اية شوفوا ايه التفسير بتاعها.